الأحذية، الأحذية جزء لا يتجزأ من حياة كل بنت، وكلنا دايما بنحب نجيب أحذية كتير وتكون متناسبة ومتلائمة للبس اللي احنا هنلبسه. فأنا في الفيديو ده هقول لكم على أساسيات أحذية لازم تكون متوفرة في دولاب كل بنت، وهتغنيكي غنى كامل عن أحذية كتير. جدا، يلا بينا. الحذاء الكلاسيك سواء كان فلات او بكعب، وده طبعا بنلبسه لو انت موظفه، لو انت رايحه مقابله شغل، وظيفه حكوميه. الكوتشي ده طبعا ما نقدرش نستغنى عنه لانه عملي جدا، مريح، بيساعدنا في عمليات الشوبينج، في عمليات المشي الطويل، على الكاجوال بنبقى مرتاحين فيه جدا. اهم حاجه بتختاريه بالشكل واللون المناسب. الباليرينا الفلات، صندل طبعا لزوم الصيف والفساتين والمصايف، حذاء السهره لزوم الخطوبه، كتب الكتاب، الافراح، متوفر في الهاف بوت مش البوت الكامل. ليه؟ لان الهاف بوت نقدر نلبسه في اكتر من 3 مواسم، الربيع والخريف والشتاء، حلو جدا وعملي.